بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه المحاضرة التوعوية التي نتكلم فيها عن الابتزاز والتنمر الإلكتروني عبر المنصات الرقمية وطرق الابتزاز الجديدة في ظل التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والتطور التكنولوجي. نتكلم في موضوع الذكاء الاصطناعي والطرق الجديدة الآن اللي من خلالها ممكن تكون أنت عرضة وتكون ضحية لضحايا المبتزين في العالم. في البداية معكم خالد بن راشد العمراني، محلل الأمن المعلومات وأخصائي تدريب وتوعية بالأمن بمركز الوطني السلام المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. فقط هذه سلايد بسيطة على اللي ما عنده أي خلفية أو معرفة بالمركز الوطني للسلام المعلوماتية. طبعاً المركز الوطني للسلام المعلوماتية هو مركز تابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كان في الماضي تابع لي وزارة التقنية والاتصالات، وقبل وزارة التقنية والاتصالات كان تابع لي هي تقنية المعلومات. طبعاً المركز الوطني للسلامة المعلوماتية هو فريق عالمي لكل دولة يكون موجود، وهو السيرت، يعني السيرت هو abbreviation for Computer Emergency Readiness Team، فريق الاستجابة للحالات الأمنية. ولكن احنا قمنا بمحورة الاسم بالعربية إلى المركز الوطني للسلامة المعلوماتية. طبعاً المراكز في العالم تتبع مؤسسات حكومية كمركز وطني أو كفريق فرق للاستجابة للحوادث الأمنية. أتكلم على مثلاً السيرت الأمريكي تابع للـ FBI الأمريكي، السيرت الإماراتي تابع لهيئة تنظيم الاتصالات، لكن هيئة مركز الوطني للسلامة المعلوماتية في السلطنة تابع لي. في البداية كان في هيئة تقنية المعلومات، ومن ثم مع تطور القرارات الوزارية ولكن هو تابع لي الآن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. طبعا المركز الوطني للسلامة المعلوماتية هو المركز الأول والمشرف على المراكز الوطنية في الوطن العربي. هذه يعني نقطة تضاف إلى الأعمال التي تقوم بها المركز، تتعلق بالخدمات التي يقدمها لكل المستويات على المستوى المحلي والعالمي، والخدمات التي يقدمها لكل المؤسسات التي تتعلق بأمن المعلومات. طبعا المركز يخدم عامة المستخدمين، المواطنين، المقيمين، الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الحيوي. تكلمنا نسميهم infrastructures companies، هي القطاع المالي، البنكي، قطاع الاتصالات، نقل الطاقة، نفط غاز، ماء، والقطاع الصحي. طبعا نتكلم عن الابتزاز الإلكتروني اللي أمس تكلمنا في نوع من الابتزاز الإلكتروني المتعلق بالأطفال، ولكن هنتكلم الآن عن التقنيات، كيف ممكن أساليب الابتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني الجديدة في الآونة الأخيرة. الآن ليس فقط مجرد على أنه الابتزاز الإلكتروني هو عبارة عن شخص ربما يراسلك على منصات التواصل الاجتماعي ويقوم بمراسلتك، ومن ثم أنت تعرف الشخص، ومن ثم تصير هناك مراسلات حتى تصل إلى مراسلات أمور غير أخلاقية. ولكن يعني الناس في ولكن الأمور تغيرت الآن إلى طرق تكنولوجية جديدة في معرفة الأمور المتعلقة في الابتزاز الإلكتروني، راح نتطرق فيها وراح نتكلم عنها. عرف القانون العماني للابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد شخص أو ابتزازه للحمل على القيام بفعل أو امتناع، ولو كان هذا الفعل أو امتناع عنه مشروعا، ويحدد قانون مكافحة جرائم تغيير المعلومات في مادة 18 كل من قام بالابتزاز الإلكتروني بالسجن مدة لا تقل عن شهر أو 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد عن 3000 ريال عماني وبإحدى هاتين العقوبتين. أرجع ونقول على أنه الابتزاز الإلكتروني المشرع عندما يقوم بنص الابتزاز الإلكتروني، فعندما قال على أن السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات، ربما تزيد إلى موضوع 10 سنوات لو صار الموضوع المجرم قام بالضلوع في أمور غير أخلاقية
نتكلم عن انتقام سواء كان جنسي غير أخلاقي أو مالي. فقانون الموضوع يتكلم عن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات فقط مجرد الابتزاز، أيا كان الابتزاز حتى بالكلام، والله إذا ما عملت لي كذا أنت راح أسوي لك كذا، هذا يجرم عليه القانون. ولكن لو تطور الموضوع الابتزاز إلى موضوع نتكلم فيه إلى موضوع جرم غير أخلاقي أو مالي وانتقامي، فيصل الموضوع إلى ما بعد أكثر عن 6 سنوات. أحب أن أنوه وأرجع على موضوع الحاد المشروع. قال لك إن في القانون على أن لو كان هذا الفعل والامتناع عنه مشروعا، الابتزاز لا يقتصر على الأمور الغير أخلاقية أو الغير مشروعة، ممكن الضلوع في حالة ابتزاز تكون مشروعة. مثلا ذكرت على قصة حقيقية وقعت في السلطنة على تاجرين من تجار الأعمال، قام بابتزاز الآخر عشان يدخل معه في صفقة مالية، قال له لو أنت تريد تدخل معي في هذه الصفقة زوج بنتك لولدي، وإذا ما صار هذا الشيء ما راح تدخل معي في الصفقة. هذا ابتزاز أيضا ويجرم عليه القانون. طبعا هي هذه المادة من بكل التفصيل اللي قلت عنها من مادة 18 من قانون الجزاء في جرائم مكافحة جرائم تقنية المعلومات. طيب، التنمر الإلكتروني السايبر بولينج هو التنمر الإلكتروني المتعلق بالفضاء الإلكتروني، هو الأذى المتعمد والمتكرر الناتج عن استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى عبر البرامج المنتشرة والتي تهدف إلى المضايقة أو إحراج أو إدلال أو إزعاج الضحايا. دائما نقول على أن التنمر هي الخطوة الأولى ما قبل الابتزاز، هي عملية إزعاج الشخص بفيديوهات ولكن ما وصل إلى ابتزاز، يعني يزعج بالكلام بالسب الشتم، ولكن لو وصل للموضوع، يعني مثلا يقول الضحية، يمكن يتواصل يكون شخصية ضعيفة، يقول والله أنت دائما تهددني على هذا الفيديو امسحه، بيقول له والله إذا تريدني أمسحه اعمل لي الحاجة الفلانية، هنا وقع إلى ابتزاز. طيب، نتكلم عن إحصائيات يعني عالمية على موضوع الابتزاز والتنمر الإلكتروني في العالم. نتكلم على في عام 2019 موقع عالمي اسمه سايبر بولينج .org بدراسة لعين على الصعيد العالمي تضم أكثر ما يقارب 5000 طالب في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة. 36.5 تعرضوا للتنمر، 17% تعرض للتنمر الإلكتروني خلال 30 يوما الماضية. نتكلم عن تنمر يتحول إلى ابتزاز الآن. 14.8 قاموا بالتنمر الإلكتروني على الآخرين، 6.3 قاموا بالتنمر الإلكتروني على الآخرين في 30 يوما الماضية، 38 فئة الأولاد و34 فئة البنات و34 فئة الأولاد اللي تعرضوا للتنمر للتطور إلى ابتزاز. المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في عام 2019 قام المركز برصد أكثر عن 1200 حالة ابتزاز إلكتروني في عام 2019. وفي عام 2020 قام برصد أكثر عن 1500 حالة ابتزاز إلكتروني. الرقم زاد، أعتقد تعرفون ليش زاد. طبعا في 2020 جائحة كورونا، الناس كلهم في البيت، استخدام منصات، استخدام كل شيء أونلاين، الناس تعرض للابتزاز إنهم استخدموا الإنترنت بشكل كبير. فقد التنويه اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار يحطه في قائمة الـ Q&A's أو حتى الشات، أو حتى ممكن في نهاية المحاضرة إذا أي حد يريد عنده استفسار بالصوت والصورة راح يتكلم. فهذه مشكلة يجب معالجتها. فقط يعني مع التواصل مع قسم البلاغات معنا في المركز على أنه يعني هذه نتكلم عن 1500 حالة ابتزاز إلكتروني فقط، هذه اللي سجلها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية. طبعا في حالات مع الشرطة التنمية الاجتماعية، فهذه أمور متعلقة فيها، وهذا طبعا يعزو الموضوع إلى استخدام الهائل للناس للتكنولوجيا والمنصات التعليمية والعمل عن بعد في ظل تطور جائحة كورونا.
المركز الوطني للسلامة المعلوماتية معنا حملة تسمى بلغ والسبق في بير، هذه عندما يعني تم نشرها في يعني بداية 2016 كان الفكرة عن الحملة تكون أسبوع، ولكن تحولت إلى أسبوعين، ومن ثم 3 أسابيع، ومن ثم 4 أسابيع، بعدها صارت حملة مستمرة طوال العام. لأن بمجرد وضع هذا الهاشتاج وهذه الحملة، البلاغات بالهبل على قسم القسم البلاغات معنا في المركز، حالات ناس تم ابتزازهم لسنوات وما قادرين كيف يحلوا هذه المشكلة، سواء كان ناس إعلاميين، رجال في مؤسسات معروفة، بنات، يعني قصص يقشعر لها البدن مرور 5 سنوات، يعني في يعني أكثر حالة ابتزاز وهو ساكت عنها لبنت 5 سنوات، 5 سنوات ابتزها الشخص، هي ما تعرف الحل، خايفة من الأهل، ما تتكلم أحد، فمجرد أنها عرفت يعني عرفت الموضوع وعرفت على أن هناك حل، ويتم حل الموضوع بسرية تامة، تواصلت مع المركز وحل الموضوع يمكن ما كمل يوم لموضوع تم السنة. دائما نقول على أنه لا تصمت أن تعرض الابتزاز، لأن القانون يحميك أيا كان، سواء كنت يعني حتى لو كنت أنت غلطان في البداية، ما موضوع لأنك أنت تسكت إطلاقا. طبعا هنعرف سيناريو الابتزاز الإلكتروني المعروف، هنتكلم الآن عن طرق الابتزاز الجديدة اللي صارت. سيناريو الابتزاز الإلكتروني المعروف على أن بالعادة ما تكون أول وسائل اتصال مع المبتزين هي وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستغرام، سناب شات، أيا كان، أو أي منصة أخرى تواصل. تبدأ عملية الابتزاز بكسب الثقة، حيث يعتمد المبتز على إنشاء علاقة صداقة بينه وبين الضحية ليتعرف عليه، طبعا إن لم يكن لديه معلومات سابقة عنه طبعا، فيعني عشان اوريدي يكون مؤسس فيه ومعاه الثقة، فبالتالي يتم التواصل معه. ولكن يتطور هذا النوع من التواصل إلى أمور تواصل، إلى تبادل كلمات، صور، فيديوهات مخلة، ولكن يصل الموضوع إلى، ودائما هذه الضحايا تكون يعني عبارة عن منظمات، سواء كان في السلطة أو خارج السلطة. فطبعا يتم التواصل بعدين إلى صور، ربما فيديوهات مرئية يقوم الضحية بعرضها بشكل يعني بدون أي خوف، لا خوف من الله ولا خوف من الوضع هذا. بعدين يتفاجأ على أن الشخص اللي يتواصل معاه هو مجرم وقام بتصويره، ويمكن يطلع ولد، يعني بنت، يعني البنت ربما، يعني هذه المنظمات يمكن يكون ولد، يمكن يكون بنت، يعني ولد يحسب اللي يكلمه هو بنت، يطلع ولد، مرات بنات اللي يتكلمها حسبها ولد، بس يطلع ويش، هي بنت. أعتقد سمعتوا الخبر اللي كان في 2017 لبنت في بركة، وماني وومن ارستد فور مردر، هذه بنت في يعني في مقتبل أعتقد بعد ما دخلت العشرينات، تم ابتزازها من قبل شخص كان ابتزها أصلاً، وكان يبتزها لمطالب مالية، كان يتواصلون وتواصل معاها وقالها إذا تريدي أن أحذف الصور أعطيني المبلغ المالي، فقالت هي أوكي، هي شكلها مدري متأثرة بالأفلام أو مدري ويش، يعني أتعرف على أن الدولة دولة قانون، والأمور اللي تحدث في دول ثانية مستحيل أنها تحدث هنا، ولازم تتبع على قوانين، شوف ضعف القانون. هي كانت ضحية، ولو كانت هي بلغت الجهات المعنية، الشخص معروف وهو عماني راح يتخذ عليه القانون، ولكن هي قالت باخذ حقي بإيدي، تواصلت مع مجموعة من أهلها من الشبان، تواصلت وقالت له، قالت لي للمجرم على أننا راح نتلقي في مكان وراح أعطيك المبلغ وبعطيك بنفسي، قال تمام. فهي تواصلت مع أحد من أبناء عمومتها ومسك الولد وقتلته بسلاح أبيض بسكين، تم التحقيق مع قلنا احنا مع الأبناء مع الأولاد، لأن كلهم في السجن، المدرسة
أدري وين وصلت قضيتهم. المشكلة على أنه اللي معاها يقول إحنا كنا ما متفقين على أنه تقتله، وتفاجئنا أنها تقتله. ما أدري هذه على كلامهم على ما وصلنا، لأن تقول كانت هي فقط كان مجرد أن فقط نضربه وخلاص، ولكن استغربنا وتفاجئنا على اللي سوته. الآن هي تحولت من ضحية إلى مجرمة، والمجرم تحول إلى ضحية. ضعف القانون ومعرفة الناس هذه مشكلة. هكذا هذا دور المركز الوطني وكثير من المؤسسات، سواء كان تعليمية في السلطنة والمؤسسية في السلطنة، على نشر المعلومة والتوعية خاصة القانون. أنت ضحية، بلغ أيا كان المجرم، أيا كان. لا تخاف على موضوع والله الأهل الأخوان مدري ويش، لا، أنت يجب أن تبلغ، أنت عليك أن تبلغ، لأن القانون يحميك حتى لو كان المجرم أحد من أهلك. بلغ، القانون يحميك. أنا ما بتكلم عن القضايا الابتزاز اللي تشيب لها الرأس، لعوائل، لأهالي، يعني أعوذ بالله، لآباء يبتزون بناتهم. يعني الله يجير مجتمعنا من هكذا قصص. طبعا لو تكلمنا عن أسباب الابتزاز، كيف ليش ينشئ الابتزاز؟ أو نحن من زمان ما كنا نعرف أصلا الابتزاز، كيف تم نشئ الابتزاز؟ طبعا بسبب ضعف الوازع الديني، بسبب ضعف الوازع الديني، الفراغ. يعني ضعف الوازع الديني هذه أنا أعطيها رقم واحد، سواء كان لي على أسلوب الضحية أو المجرم، هي رقم واحد. الوازع الديني ضعيف، الشخص المجرم ما راح يعمل هذا الشيء، والشخص الضحية ما راح، يعني اللي يخاف من ربما راح يسوي الأشياء هذه أي كانت على وسائل التواصل الاجتماعي. الفراغ الروحي والعاطفي، أصدقاء السوء، هدسة طويلة، الاختلاط، ضعف الرقابة الأسرية، الدور السلبي للإعلام من جميع أنواع الإعلام بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي وما ينقله الناس. الناس تحب أنها تعمل نوع من اللي نسميه التجربة والتقليد، هذا غلط. العمالة الوافدة ولا نعمم، حالات ابتزاز كثيرة من عمالة وافدة تقوم بابتزاز يعني شابات عمانيات للأسف. تقنيات بجميع أنواعها، ضعف شخصية المجني عليه. على موضوع ضعف شخصية المجني عليه، أنا أذكر قصة لبنت وصلت معنا في المركز، على أنه في مجرم قام بابتزازها. كيف قام بابتزازها؟ فهي تواصلت مع الفريق المختص وقالت على أنه في شخص مع صور يبتزني ويطلب مني مطالب مالية. قالت عندك انت رقم الشخص؟ قالت هو معاه. قالت دخلنا تواصل معه. فبعد التواصل مع الشخص، يعني طبعا هي بروسس كامل على التواصل والتعاون مع مختبر الأدلة الجنائية الرقمية التابع للمركز اللي بتواصل مع بالتعاون مع يعني هذا المركز. هذا المختبر يعتبر الأول في الشرق الأوسط بالتقنيات الموجودة فيه. يتم التعاون مع الإدارة العام والشرطة، يعني يتم التواصل مع المجرم. قال انت كيف وصلت لي صورها؟ قال انا ما عندي صورها اصلا. قال له كيف ما عندك صورها؟ قال انا ما عندي صورها، فقط انا لعبت براسها. نحن نعرف على ان كل شخص في تلفونه معه صور مع امه، مع ابوه، صورته في المزرعه، صورته في البحر مع اصدقائه. فقالها وقال بس فقط كنت اتكلم معها. وبعد التواصل برؤية المحادثات اللي بينهم كان يقولها على أنه صورتك مع أمك معاي، صورتك وأنت في السيتي معاي، صورتك وأنت مع صديقاتك معاي. هي بسبب ضعف الشخصية خافت، حسبت على أن هذا الشخص ابتزها، ولكن بسبب وجود أصدقائها اللي ساعدوها قالها أنت بلغي، ما أنا كيف وصل الصور؟ قال أنا ما عندي ولا شيء، فقط لعبت بمخها. فيعني هذه مشكلة، احنا لازم نعرف على انه ما اي واحد يمكن يبتزك. لازم تعرف انت ايش سويت دامنك واثق من نفسك. واذا انت عرفت على ان الشخص هذا يبتزك، قول اوكي وصل، ارسل الصور راويني. وثانيا ما يوصل الموضوع الى اذا انت ما عامل شيء غلط،
وتم اختراق. عادة المخترقين يلعب على الوتر الحساس على موضوع عندي صور، هم ما عنده صورة، عادي صورة عادية. وكثقافتنا احنا كمجتمع اذا صورة انتشرت خلاص في مشكلة. هو بحذ يعرف على انه مثلا هذه الدول سواء كان دول الشام او دول المغرب العربي، حسب على الموضوع لو انتشرت الصورة خلاص هي راح تنفضح وتصير مشكلة كبيرة. فهو يعمل التهديد فيقيس نبض الضحية. فلو قالت للضحية والله لا تنشر صورتي وكذا، خلاص بيعرف على انك انت ضعيفة الشخصية او انت ضعيف الشخصية. فمجرد انك تعاون يعني في محادثات تكون وهي عادي، ما مسوي ما مسوي غلط، عندك صوت تنشر، فيعرف على ان الشخص فيه ثقة، فخلاص بيتركه بيشوف له ضحية ثانية. ايضا من اسباب ابتزاز اعلانات التوظيف مواقع التزويج والخطابات، اوه هذا وايد. ايضا من اسباب الابتزاز هذه روايات الحب والغرام، ما شاء الله تاخر الزواج والمغالاه بالمهور. انا هنا ما راح اتكلم، الموضوع واضح يعني. الله يرزق من وده الزواج يعني. طيب دوافع ابتزاز، قلنا الدوافع مالية ودوافع غير أخلاقية ودوافع انتقامية. ولكن لو سألتني خالد وش أكثر على حسب قراءة المركز، ما هي الدافع رقم واحد في حالات الابتزاز؟ حالات رقم واحد في دوافع الابتزاز في السلطنة وصلت على أنها كلها معظمها دوافع انتقامية، ليست أخلاق، ليست غير أخلاقية، ليست مالية، كلها انتقامية. وحالات من واقع المجتمع العماني، يعني في كثير من الحالات عرفوا على أن ولدي ابتز بنت بعد التواصل مع البنت، بعد يعني وصولي إلى المجرم، قال أنت ليش عملت ابتزاز؟ قال والله أنا دافعي لي من قبل بنت ثانية، يعني الموضوع يكون في بنت ثانية. في حالة كثيرة في قاعات الأعراس اللي تصير في عمليات الزواج، وبنات يمكن في قاعات الزواج يكون بي يعني بلبس العرس، يكون بنات يأخذن صور بعض والصورة تحولها لشخص يعني معاه هي صديقتها وتحسد عليها، تخبر شخص ثاني عشان يبتزها، مشاكل. فلازم اهتمام أو التركيز، ودائما ننصح على عدم نشر الصور وعدم التصوير حتى بين البنات منكم، ان انتبهوا كل انتباه. طبعا حماية من أساليب اللي دائما نركز فيها ونتكلم فيها على موضوع الآثار من أمور اللي قد تقع. أنا بس فقط أريد أوقف على موضوع الباسورد، لأنه كثير من حالات تكلم عن أمور الحالات التقنية في الابتزاز، ضعف الباسورد، لأن المبتز بعد ما يعرف الحسابات يحاول على أنه يدخل ويخمن الباسورد ويدخل ويشوف الصور المحادثات ثم يبدأ الابتزاز. ولكن إذا أنت حطيت رقم أو رمز مرور قوي جدا، راح يكون صعب للمبتز بالدخول عنوة إلى حسابات مواقع التواصل. فمثلا هنا في المثال My son Ali is 3 years old، دائما من خصائص كلمات المرور الطول والتعقيد، وكل ما عقدتها كان أفضل. وابتعد عن أنك تحط كلمات مرور قريبة لمعلوماتك الشخصية، اسمك، قبيلتك، وين تشتغل، الفريق الخاص فيه. لأننا أذكر زمان كنا في الجامعة كان الدكتور يقولنا أول طريقة من طرق الابتزاز هي حاجة نسميها guessing، ما تكلم ابتزاز، تكلم اختراق، فيها guessing، you have to guess. يعني كان بدل قبل عن تصير موضوع two factor authentication كان الناس تحط باسوردات عادية. فكنا أنا أعرف صاحبي وأعرف صاحبي على أنه أعرف معلومات عنه، أجمع اسمه، اسم أبوه، من وين، أجمع كل معلومات شخصية عنه، ومن ثم أعمل باسورد على سياق المعلومات عنه. أعتقد أنا كثير من ربع في الجامعة من يعني أكثر محاول 10 دخلت حساباتهم، لأنه هو معظمهم اللي حاط اسمه
ورقمه، اسمه اسم قبيلته، رقم 1 2 3 اشياء اخمنها صارت خلاص. فكانت مشكله، فانك تحط باسورد قوي. اصلا انت بتحط باسورد قوي، احنا كمحلل المعلومات عندنا نوع من التكنيك اسمها البروت فورسينج. البروت فورسينج وعمليه حقد سوري حقن حقد وش حقن حقن تبويبات او اماكن الباسورد واليوزر نيمز بالاف ومئات الباسوردات من ديكشنري معروف ونزل من الانترنت. يعني وش يعني؟ عباره عن هو تطبيق من خلاله انا استخدم الى اليوزر نيم والباسورد، احط عباره عن اللينك لصفحتك التبويبيه لك واحطها، ويقوم هو بالتجريب، اعطيه مجموعه من الباسوردات ويجربها. يجربها يعني مثلا خالد ات يعني مثلا اعطيه مجموعه من المعلومات، يعني خالد يعني اسمي اسم اي اشياء، وهو يكون باسوردات. هذا ضبط ما ضبط؟ تعرفوا على موضوع السيف للاموال هذه الموجوده في البنوك، وايضا في بعض الناس في بيوتهم، يعني يعني يجرب الارقام، يعني يشوف يعني شو نسميها هذه بالعربي، ما ادري يعني مش تمام، هل تسمى متتاليه او ايش، يعني ترتيب الارقام، فانت ترتب، هو يقوم بتجريبها بشكل سريع. يعني الهيومن بين يمكن انا سويت 10 مرات، ويمكن في الدقيقه يعمل ما اقل عن 1000 محاوله. ولكن هذه لها ضعف، اذا كان الباسورد معقد قوي جدا. هذا مثال في التعقيد. فقال لك هو ما يصنع على يسري زول، قال لك عقدها، عقدها ان عمل كابيتال ليترز، الاس خلى اس كابيتال، والكلمات حولها الى ارقام، عقدها زياده، غير بعض الاحرف، مثلا الاي حولها الى ات، الاي علامه التعجب، الاس دولار ساين. شوفوا النهايه، تقوم بدمج الكلمات، شوف الباسورد بالنهايه، ما يصنع على يسري زول. يعني هذا البروت فورس صعبه انه يطلع. يقول لي واحد والله صعب، صعب، ولكن انت بامانه اذا انت معلوماتك واشياءك الموجوده حساسه جدا، فانت لازم تحط هكذا باسورد. وعلى فكره سهل، ما مش صعب. طيب وش الاثار المترتبه على الابتزاز؟ طبعا انتشار الجريمه، هدم حياه الشخصيات، انتشار الفوضى، وانتشار الامراض. الآن ننتقل إلى طرق الابتزاز. أتكلم عن طرق الابتزاز. سوري. من طرق الابتزاز حنا حاجة نسميها فيشنج. هذه طريقة جديدة من الابتزاز. طرق التصيد الإلكتروني هو يسمى فيشنج. بالعادة إحنا نعمل فيشنج بالبحر، ولكن المبتزين الفيشنج يعملوه بصيد الناس على الإنترنت. طبعاً وش هو التصيد؟ التصيد هو استدراج الضحية عبر البريد الإلكتروني أو المراسلات الفورية الحالية بهدف سرقة بيانات وأموال. يتم الاصطياد برسائل مزيفة، هنسميها بيت، يعني طعم، تحاكي رسائل رسمية من مؤسسات يثق بها المستلم، تطلب منهم تحديث بياناتهم. يستخدم المحتالون هذه المعلومات بعدة طرق لتحقيق مكاسب مادية. يعني يجيك يرسل لك رابط، يقول لك والله يضغط على الرابط، تضغط على الرابط تحصل كأنه هو صفحة فيسبوك أو إنستغرام، يقول لك والله في هناك هدايا أو في حاجة معينة تابع. تويتر أيضا، يعني معظم في تويتر كثير من الحالات ناس ما تعرف، تضغط على الرابط تحط بيانات الشخصية وخلاص يسلب. هو مجرد أن تضغط على يوزر نيم والباسورد وتضغط لوجن، أنت ما عملت لوجن، أنت عملت إرسال اليوزر نيم والباسورد، توصل إلى المبتز يسرق بياناتك ويحصل حسابك ويقوم بابتزازك بعده. عشان كده لازم تنتبه أنت لأي رابط. يعني مرات يجيك رابط من تضغطه تشوفه كأنه فيسبوك، بس هو مش فيسبوك. لازم أنت تشوف
البراوزر هل هو موقع فيسبوك؟ يعني نعرف ان فيسبوك هو اف اي سي اي بي دبليو او كي دوت كوم، بس المبتز المخترق راح يغير من الدومين، يعني دبل او يخليها تربل او، والله فيس داش بوك. في ناس ما تركز على الروابط، فقط تشوف على انها كان فيسبوك خلاص، هو غلط. ودائما انا اقول على انه اذا الان هواتفنا النقاله الذكيه جدا، يعني مجرد اذا جاك رابط فيسبوك وانت اوريدي عندك ابلكيشن الفيسبوك وتضغط على اللينك راح يحولك دايركت للفيسبوك. اذا ما حولك دايركت للفيسبوك هنا في مشكله، مشكله في الرابط. التصيد الالكتروني ايضا، هذه مثال، حساب نتفليكس، هذا ايميل وصلني انا من نتفليكس، يعني نتفليكس جتني رساله في يوم من الايام على البريد يقول على ان يور suspension notification على ان حسابي موقف. لو نقرا نقول على ان مكتوب we were unable to validate your billing information for the next billing cycle of your subscription. Therefore, we will suspend your membership if we do not receive a response from you within 84 hours. ليش؟ سلامات، حيدنا أطياب يا نتفليكس إنه أنت عسى ما شر. نتفليكس أنا بالعادة يجيني إيميل إنه يعني أنت تحط هو يخصم من البطاقة، يعني حسب قيمة 3 ريالات لأنك تتابع أفلامهم. 3 ريالات تقريبا 4 ريالات شهريا. اذا شاف البطاقه ما شاف فلوس يقول لك على انه يا خالد ما نقدر، وي ار سوري ان ما عملنا رينيو للسبسكريبشن مالك، ف اذا ممكن تحدث بياناتك وعشان ممكن تتابع، واذا ما قدرت فنحن ننتظرك وحن سعداء انك ترجع لنا قريبا كذا وخلاص. بس هذه يقول لي راح نعمل سسبند للممبرشيب. ثانيا فيدباك، ولكن سمبلي كليك ريستارت للممبرشيب. ليش اعمل انا ريستارت للممبرشيب؟ يعني ليش اعمل ريستارت للممبرشيب؟ اصلا في القانون ما في اعمل ريستارت للممبرشيب. ريستارت يعني احط معلوماتي وحط ايضا معلومات البنكيه، فهذه ايميل وايش هذا فيشنج، ايميل تصيد، فيجب تجاهله. طبعا هذا ايميل من مكتب مسقط، سوري من رساله نصيه من مكتب مسقط، قال لي دير كاستمر ذا بانك ويل نيفر اسك يو فور بين او تي بي، وهو وان تايم باسورد او سي في في كارد نمبر، account details or password over phone, SMS, WhatsApp, or through a web link. Never share your banking details with anyone and do not respond by calling unknown numbers. Whenever required, kindly call only Bank Muscat contact center numbers. أعتقد في الآونة الأخيرة انتشر كثير من حالات الابتزاز اللي يتصل فيك ويقول لك أنت عشت فزت ب20,000، هذا كلها ابتزاز. شركات البنوك، الشركات الكبيرة الرسمية، مؤسسات هذه ما راح تطلب منك تحديث والله اضغط على رابط، انا اوريدي معاهم. كيف يقول لك والله حدث الممبرشيب؟ والله مثلا انا من بنك مسقط، والله عطني بياناتك. كيف هو اوريدي عندما بيانات ده من عندك انت بيانات؟ من طرق ابتزاز التصيد الالكتروني الصوتي حنسميه فيجينج تكنيكلي. الأول فيشنج، لأن في أكواد يرسل لك حاجة ويعمل لك برمجة لصفحة ويقول لك والله تواصل معك، يعني فيها تستضيف. أما التصيد الإلكتروني هذا يسمى فيشنج بالفويس، أتصل بالشخص. وعلى فكرة أقوى الهاكرز في العالم هو اللي يستخدمون التصيد الإلكتروني بالصوت، لأن بالصوت راح يعني راح ياخذ معلومات بسرعه، راح يمكن ياخذ. انا عندي يعني فيه ما ادري اذا ما اعتقد انه ممكن افتحه،
يعني ممكن تبي الاتصال تسحب معلومات عن الناس يعني. وهذه أصلاً مشكلة كبيرة في الأونة الأخيرة. يعني أنا صار لي في سنة من السنوات واحد من أصدقائي مسافر وقال لي خالد غير لي التذكرة، أريد يعني أوصل البلاد شوية متقدم. طيب هي شركة من شركات الطيران، فقلت طيب أعطني رقم التذكرة. أعطاني رقم التذكرة واتصلت أنا بالطيران بدون ذكر أسماء، قلت له أنا السلام عليكم. عليكم السلام. قلت أنا أريد تغيير لي الفلايت نمبر كذا كذا كذا، أخليها من أريدك تقدمها. قال لي طيب، ما سألني من أنت، ما سألني ليش، ما هي الأسباب إطلاقا. فهذه مشكلة. يعني هل هو من ضعف الكول سنتر عندهم أو إيش؟ فهذه مشكلة كبيرة. فأنا أقول لو أنا كنت شخص آخر، يمكن أنا لو تواصلت مع هذا الشخص يمكن راح أحصل على معلومات كثيرة. فهذه مشكلة أيضا. أيضا من طرق ابتزاز المواقع الوهمية نسميها فيك ويب سايت. طبعا الفيك ويب سايت هي بارت من التصيد، ولكن بالعادة التصيد عبارة عن مرات المحللين يقول التصيد يكون في فترة معينة، يخلي الرابط لفترات معينة، بس يكون في مواقع لايف تحصلها على الإنترنت. يقولك على 80% أو حتى قريب 90% المواقع الموجودة على الإنترنت هي مواقع وهمية وفيك ويب سايت، 10-20% هي المواقع المعروفة والرسمية والموثوقة. من طرق الابتزاز أيضا التبويبات الفجائية المزعجة نسميها pop up messages. إذا شفت موقع أنت من تدخل تظهر لك كذا التبويبات، هذه مشكلة. موقع كله ربما برمجيات خبيثة، فممكن يجي نفس هذه التبويب يقول لك your computer may be infected. بمجرد تضغط يقول لك كذا، تظهر لك والله اضغط والله اتصل، وكله هو ما في أي هي فقط تبويبات مزعجة، فقط أنت عليك أنك تطلع من ذيك التبويبة. والله يقول لك انك فست اضغط على الرابط، ان انت وقت تضغط على الرابط راح ينزل بيانات خبيثه ومن ثم راح ياثر في نظامك. من طرق الابتزاز في الاونه الاخيره منصات الالعاب الالكترونيه، هذه انتشرت بشكل كبير الان. يعني في منصات التواصل الاجتماعي الان صار غرف دردشه وغرف صوتيه وكلام، وحتى وصل الى الموضوع غرف صوتيه يتواصل الناس بالكلام. فصارت كثير من الموضوع على أن كثير من الناس سواء بنات أو أولاد يثقون يعني يجلسون على مواقع هذه منصات الألعاب بشكل كبير، يتواصلون مع ناس يلعبون معاهم وبشكل يعني غير لا إرادي، يثق بهذاك الشخص، ثم ذاك الشخص يقوم بسرقة حساباته. الموضوع في الابتزاز في منصات الألعاب صار الآن الناس يلعبون بحسابات. وليش صار الموضوع مهم؟ على أن الحسابات هذه الآن تضخ فيها أموال. يعني الآن في منصات الموجودة الآن في الألعاب الناس والجيمرز يدفعون أموال لحساباتهم عشان تطوير شخصيات وحصول على مجموعة من الميزات يعني بالآلاف. فيصير الابتزاز على أن ربما يتواصل مع الشخص، هذا الشخص ربما عنده حساب ولكن ما يدفع لك كثير، يقول والله عطني حسابك عشان أعدل لك حاجة معينة، ومن ثم هو يسرق الحساب ويعرض الحساب للبيع. فيكون الموضوع ابتزاز من خلال أنك لو بغيت حسابك يرجع ادفع لي المبلغ الفلاني. هذه مشكلة. طبعا حماية، إذا وصلنا نحن طيب حماية لموضوع الحماية في هذا الموضوع، لا تقدم معلومات شخصية لأي أحد تتعرف عليه عن طريق الإنترنت، تفاصيل خاصة بك. أنا يعني ما الحين على موضوع الشخصيات تذكرت حالة ابتزاز لبنت. هذه البنت يقول والله واحد يبتزني يرسل لي صوري يصورني وأنا في كل مكان.
بعد معرفة الشخص نقول له كيف أنت، ليش، على أي أساس؟ قال يعني في البداية قال والله كذا كذا كذا، بعدين قال أنت كيف وصلت لها أصلا؟ قال أصلا هي في الانستغرام تحط البوست وتحط اللوكيشن، يقول الآن يعني مثلا تحط بوست الصباح حركات البنات الحين، تصوير كذا قهوة ومدري ويش، وتحط لوكيشن، ونضغط على اللوكيشن يوديني إلى مكان البيت. يعني من سمح لهذا الشخص أن يوصل لها؟ هو الجهل في الموضوع. فهذه دائما نقول على أنه في إحصائية على موضوع الاختراقات اللي تصير أيا كانت، سواء تقنية أو غير تقنية، على أن التهديد الأول لوصول الاختراق والناس تخترقك هو نحن أكبر سبب للاختراقات، هي نسميها الاند يوزر. أكبر خطر على التقنية وأكبر خطر على الاختراقات الشخص نفسه، الشخص ما يكون عنده معرفة. أنت ما لازم تكون أنت يعني مختص في المعلومات، لا. فالجهل في موضوع التقنية هذه يسبب لك المشاكل. طيب، اقتصر في تصفحك دائما على المواقع الموثوق بها فقط. عند قيامك بعمليات مالية، أرجع لموضوع المعلومات المالية، صح ذكرت، العمليات المالية money transaction لا تسويها في الأوبن واي فايز الأوبن نتورك، تتكلم على المطارات الكوفي شوبس، لا تقوم بأي عملية مالية في المناطق المفتوحة الواي فايز، لأنها تكون مناطق معروف معزول أصلا. يعني واي فايز يعني هذه تكون مفتوحة العامة، ويمكن تكون ملغمة، تكون حذر، لأن من خلالها يمكن يتم سرقة بياناتك. فدائما أنا أنصح على أن إذا عندك أي money transaction سويها على السيم كارد أو شبكة واي فاي أنت عارفها صح أو مالك أنت في البيت. لازم تعرف على أن المواقع اللي لازم تدخلها لازم فيها HTTPS. إيش معنى HTTPS؟ معناته Hyper Text Transfer Protocol Secure Secure، تحصلها في البراوزر. إذا ما حصلت الـ HTTPS هتحصل قفل كذا ذهبي. أنا وين شفت القفل الوردي؟ فكذا، فلازم تركز على موضوع الـ HTTPS. وممكن ما يعطيك الـ HTTPS معناته أنه 100% آمن، أنت لازم تعرف الدومين كامل. مرات الدومين اللي معروف يجيك، دائما أقول ينعرف، مثل ما قلنا على أن ربما HTTPS فيسبوك، بس مش فيسبوك، معدل هو في الدومين. وإذا ما حصلت الأس لا تضغط على الرابط إطلاقا. من شوي أحد من أساتذتي كان في المدرسة الله يحفظه، رسل لي رابط على أنه رابط لمدري إذا وصلكم عن تضليلي هو لتوزيع ومدري هدايا لساعات رولكس. أنا على طول شفت اللينك، قلت له أستاذي هذا تصيد. فلازم ننتبه نحن. ومرات يعني يوم تجيك نفس كذا والله رولكس بتربح كذا فجأة، لازم يكون عندك نوع من الإحساس، يعني حس السادسة أو السابعة والثامنة فعلهم، لأنه ما يصير كيف كذا تصير، مستحيل. يعني تأكد من إغلاق متصفح الإنترنت بعد الانتهاء من استخدامه، لا تحمل أو تنزل أي ملفات من الإنترنت ما لم يكن لديك إذن بذلك، استخدم البرامج المضادة للفيروسات وتوخى الحذر أثناء التصفح. طبعا لو صار ابتزاز إلكتروني وش أسوي؟ يجب التحدث مع شخص موثوق، والذي قد يكون مدرس أو أحد والدين أو مقدم الرعاية أو الصديق. تقع المسؤولية على عاتق المدارس في موضوع ابتزاز كثير من الطلاب للتأكد من عدم تعرض الطلاب للتسلط، ويمكنك اتخاذ إجراءات معينة حتى وإن حدث تسلط خارج سور المدرسة.
إذا كان الموضوع تبليغ في أمور الاتصالات أو ابتزاز من خلال اتصالات بشكل كبير، يجب يعني التواصل مع مزود الخدمة الـ ISP الـ Internet Service Provider إذا حدث أي نوع من يعني ابتزاز، تبليغ الجهات المختصة، المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، الشرطة والدعاية العام. أرجع وأقول المركز الوطني والشرطة والدعاية يحلون المشكلة سري. ممكن أنت تتواصل من خلال منصات المركز وأيضا الدعاية العام أونلاين. نرجع ونقول ما نخلط، ترى كل حج المركز الوطني له دورها، الشرطة له دورها، والإدعاء له دورها. طبعا الحين حالة ابتزاز تبحل المشكلة، الشخص تعرف هل هو في عمان، تعرف الشخص، تعرف عنده معلومات عنه، على طول تروح للدعاء العام، ما لازم تروح للمركز، لأن المركز يحل الموضوع يعني تقنيا. إذا الشخص ما تعرفه في الموضوع تقنية كيف الأمور اللي ما تعرفه، أنا راح نوجه المركز له دور توجيهي في الموضوع. الشرطة جهة تساعد على موضوع إذا في الابتزاز في حاجة تخوي يعني مضرة للشخص، ربما تهديد بالقتل بالإيذاء، موضوع يتعلق بالشرطة، فكل واحد له دوره. كيف يمكن تجنب ابتزاز إلكتروني؟ عدم نشر تفاصيل شخصية، التفكير بحذر قبل نشر الصور، إعطاء رقم الهاتف النقال فقط للأصدقاء والمقربين، استخدام كلمات مرور معقدة، استخدام إعدادات الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي. الخصوصية لازم يعني مثل حسابك تخليه برايفت. تفاعل تو فاكتور اوثنتيكيشن راح اتكلم فيه الحين. تعلم كيفيه حظر الترسال الفوري. في بعض الناس يقول لك والله يجيني رسائل، الحين تلفونات متطوره تعمل بلوك، اعمل بلوك 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 خلاص، لا تخلي الموضوع كذا مفتوح. طبعا كيف نحمي حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ استخدام كلمات مرور معقده، تثبيت برامج الحمايه ضد الفيروسات، تمكين المصادقة الثنائية. أتمنى أن كل من الحضور وكل من الناس تكون أنت تروح وتفعل هذا الشيء مع هواتفك، زوجتك، أخوانك، أهلك. يجب أن تثبت المصادقة الثنائية. المصادقة الثنائية هي بالإنجليزي two factor authentication أو تسمى مدري في بعض two step verification يسموها، موجودة في كل مواقع التواصل الاجتماعي. تمكن لك هذه المصادقة بوقت تفعلها، حتى الواتساب، واتساب، سناب شات، كلها موجودة يجب أنك تفعلها. فعلتها يكون صعب على المخترق أنه يخترق حسابك، لأن لو وصل المخترق وعرف كلمة الباسورد معك واليوزر نيم، فمجرد على أنه يضغط على اللوغن بتظهر له بوب أب مسج بيقولك والله أنت مفعل، يعني أنت مفعل المصادقة الثنائية، أنت فعلت المصادقة الثنائية، أضغط على الرابط. يعني تكون نوعا ما صعبة على يعني على الشخص نفسه أن يوصل لي للحساب. يعني جدا مهم على أن يجب على الشخص أن يمكن المصادقة الثنائية، أنها مهمة جدا في حماية الحسابات. انقل كلمات المرور إلى برنامج إدارة كلمات المرور. يعني في كثير من الناس أظن أودي موجودة هذه هنسميها الكي تشين الموجودة في الأب ستور، وأيضا موجودة في جوجل بلاي، تساعدك تقوم بحفظ كلمات المرور. فدائما ننصح انك تقوم بعمليه اداره المرور. ممكن تثبت تطبيقات، تطبيق اخر اسمه مصادقه ثلاثيه، يعني تحط اليوزر نيم والباسورد، هذه one step verification، تحط البوب اب الكود او تحط الكود اللي يجيك بعد ما يجيك رساله نصيه الى رقمك، هي two factor authentication. الثيرد فاكتور اوثنتيكيشن برامج موجوده هي ثيرد بارتي، منها الجوجل اوثنتيكيتر، وانا دائما انصح فيه لانه جبار جدا، يقوم بتغيير كلمات المرور بشكل دوري وسريع. عدم
الضغط على أي روابط من أشخاص غير موثوقين، وانتقي بحذر تطبيقات الطرف الثالث. ما أي تطبيق في الآب ستور الجوجل بلاي أنت تنزله أيا كان، لازم نعرف أي تطبيق نزلنا. معظم كثير من التطبيقات تطبيقات تسرق الهوية الصور الكلمات، ممكن يفتح لك هو برنامج تعديل صور أو برنامج تعديل حاجة معينة أو برنامج، ولكن يطلب تشوفها مشغل الكاميرا، فأنت لازم تكون منتبه. كذا حنا وصلنا إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى أنكم استفدتوا من هذه المحاضرة عن موضوع طرق ابتزاز إلكتروني. فاللي مع أي استفسار أو أي يعني be more delighted to answer your questions. هنا في سؤال هنا، هل هناك تنسيق مع الجهات المعنية في الدول العربية وخاصة المغرب العربي والشام؟ والله هي في تنسيق، سواء أتكلم مع الدول العربية ولإيجاد هؤلاء المبتزين وبشكل كبير، ولكن يدخل فيه حتى تدخل فيه وزارة الخارجية بالتواصل معها، يعني يوصل الموضوع إلى تواصل حكومات في حل الموضوع. ولكن احنا في تطور دائم وفي تواصل في حل هذه المشكلة، لأن هذه مشكلة كبيرة ويجب معالجتها قدر المستطاع بالتعاون مع الحكومات في السلطنة. ولكن في دول نفس مثلا دول هذه الموجودة في المغرب العربي، دول الشام، تعرف صاير في هذه الدول، دول الشام يعني مبتزين بس الوضع ما مساعد في ذيك الدولة، فكيف تتواصل مع الحكومات؟ أريد الحكومة في ربما في ضياع، فكيف تتواصل؟ فهو تحدي من التحديات، وإن شاء الله نحصل لها حل على الأيام المقبلة. فكذا، هل هناك أي سؤال آخر؟ لأن معنا تقريبا ما الخمس دقائق. شكرا يا مهند الشكيري على هذا السؤال. اي سؤال او اي استفسار فانا جاهز. شكله في سؤال آخر. فريد شوقي حسين، هل هناك قانون عالمي لعقوبة المبتز أم كل دولة تحدد قانون؟ طبعا كل دولة لها قانون أخوي فريد، كل دولة لها قانون. القانون يعني مش القانون هذا اللي في عمان مختلف في الإمارات، مختلف في السعودية، مختلف في دول ثانية، كل دولة لها أسلوبها، حسب طبعا يعتمد حسب الاهتمام وخطر الموضوع في العالم معهم يعني. ولكن قانون عالمي طبعا يقع الموضوع لأن الدول تجرم، ولكن ايش اللي يصير وكيف الابتزاز يعتمد على حكومة الدولة نفسها. لكن دائما الدول تجرم بشكل كبير وتعن يعني ضد هكذا نوع من الانتهاكات،
وتعاقبها بشكل يعني غير يعني لا تغفر فيه إطلاقا إطلاقا يعني. شكرا جزيلا يا فريد، هذا واجبنا. إذا أحد أيضا عنده أي سؤال معانا دقيقتين. طيب كذا حنا كذا نحن وصلنا إلى الختام في هذه في هذه هذه المحاضرة تتكلم فيها عن أساليب الابتزاز الإلكتروني الجديدة. لازم نخلي في عين الاعتبار على أن الابتزاز في تطور دائم وطرق مختلفة. فيعني اللي تكلمت فيهم هي ربما جزء من بحر كبير أو قطرة من بحر كبير. ففي تطور دائم وحالات الابتزاز ربما الحين هذا اللي سمعناها، بكرة في حالات ابتزاز ربما ما سمعنا عنها. فلازم يكون في حذرين، نشجع المواطنة الرقمية لاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات. فنتمنى السلامة للجميع، ولجعل يدا بيد يعني لعالم إلكتروني ومنصات إلكترونية عمانية نستفيد منها ولأبنائنا. أتمنى اللي استفدتوه تكون يرسل إلى يعني تكونون يعني سفراء لإخوانكم اللي تعلمتوه وشفتوه، لأبنائكم، أخوانكم، أهاليكم، زوجاتكم. لأن يعني دائما ما تلام في كثير من الناس لما ما عنده. أنا دائما ألوم يعني الناس أو الشباب، ربما كثير أمك، ربما الزوجة لا قدر الله، أو أختك ما عندها ذيك المعرفة في التقنية. أنت تعلمهم، تخبرهم، هذه مسؤولية. فأتمنى يعني انه هذه الرساله تصل للجميع، ولجعل البيئه والفضاء الالكتروني العماني فضاء امن باذن الله. فهذه مني لكم كل التحايا. كان معكم خالد راشد العمراني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you كبير for hosting and for organizing the event and see you soon. Thank you. Thank you.